ننتقل إلى نقطة أساسية وهي جدلية الرفض ورهانات القبول. هذه الجدلية طبعا معقدة، هي تتوزع على جانبين. هناك الجدل التركي التركي الناشئ من قضية القبول أو الرفض حيال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يقابله بنفس المستوى إن لم يكن أقوى الجدل الأوروبي الأوروبي الناشئ من قضية رفض أو قبول تركيا. على الصعيد التركي هناك ثلاث تيارات تقريبا. التيار الألماني الأتاتوركي لا يؤيد بشدة الانضمام إلى تركيا، بل يسعى إلى الاندماج والذوبان في الحضارة والمنظومة الأوروبية. التيار الثاني يقابله هو تيار حزب العدالة والتنمية، الذي يؤكد خلال خطاباته على رغبته القوية في استيعاب المكتسبات العلمية والتكنولوجيا للحضارة الغربية والاندماج في المنظومة الأوروبية بالمعنى السياسي والاقتصادي على الأقل. هناك تيار ثالث يرفض الاندماج الحضاري بكل معانيه في الغرب، ويناهض عملية التغريب ويتبنى مشروع للاستقلال الحضاري، ويعتقد أن مستقبل تركيا هو في توجهها نحو الشرق وليس نحو الغرب. بالمقابل على الصعيد الأوروبي هناك نزعتان: نزعة توسيع الاتحاد على أسس ديمقراطية، والنزعة الثانية هي نزعة توحيد أوروبا على أسس تاريخية وثقافية ودينية. النزعة الأولى تؤيد توسيع العضوية وتؤيد ضرورة حسم انضمام تركيا إلى المستويات الحكومية الرسمية، بينما تسعى النزعة الثانية إلى تأكيد المحافظة على الهوية الأوروبية الثقافية والدينية وتوظيف الرأي العام الأوروبي كعنصر فاعل في حسم قرار عدم قبول عضوية تركيا. بالتأكيد هنالك كثير من التفاصيل والنقاط المطروحة في هذه الدراسة حول التيارات أو الشخصيات والتصريحات التي تدعم الجانب التركي، وهنالك في المقابل الجانب الرافض. كثيرة هي الحجج والتبريرات، ومن ضمنها أيضا هنالك من يتحدث عن وجود لوبي إسرائيلي يعمل في دوائر صنع القرار الأوروبي يمنع من أو يبطئ من محاولات مفاوضات والمشاورات بين في قبول تركيا الاتحاد الأوروبي، وأيضا هناك من يتحدث عن لوبي اليوناني، وإضافة إلى هنالك التيار المتشدد الأوروبي المسيحي الذي يرفض دخول دولة إسلامية إلى الاتحاد الأوروبي. لاستشراف مستقبل العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي يمكن الركون إلى ثلاثة مشاهد. هذه المشاهد تستند إلى المعطيات التي ذكرناها. المشهد الأول مشهد احتمالية نجاح تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. يستند هذا المشهد إلى بعض المعطيات، من بينها هنالك استطلاعات جرت في تركيا بيّنت أنه 75 من الشعب التركي يتطلع إلى العضوية، وهناك محفزات ومقومات تساعد على دفع الاتحاد الأوروبي إلى قبول تركيا، من بينها موقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية والمكانة السياسية والعسكرية لتركيا، إضافة إلى القوة العسكرية. ولا ننسى أن أساس البناء الاستراتيجي للجيش التركي قام على قواعد المدرسة الغربية. المؤشر الثالث اللي يدعم مشهد احتمالية قبول تركيا الانضمام هو توظيف النموذج التركي لاحتواء التطرف الإسلامي. فالخطاب المعتدل لحزب العدالة والتنمية أحد الأسباب الرئيسية لنجاح تركيا في طريق الإصلاح السياسي وتطبيق معايير كوبنهاجن. فلنا أن ندرك جدلية التأثير بما لو قبلت تركيا عضوا كاملا في الاتحاد على أضعاف الاتجاهات الإسلامية المتشددة والمتطرفة كما في تركيا كذلك في العالم الإسلامي. ولا ننسى أن حزب العدالة والتنمية طرح توصيف جديد لنفسه أمام الاتحاد الأوروبي، فهو يتحدث عن الديمقراطية المحافظة، وهذه هذا التوصيف لا يفتأ التحدث عنها في كل مناسبة وعلى مستويات قيادية كحزب يؤمن بمبادئ الديمقراطية العالمية دون التضحية بالقيم المحافظة. والطرح الذي يتمسك به أردوغان وهو ما يتضمنه من تأكيد على أن مبدأ المحافظة لا يعني بأي حال من الأحوال اتباع منطلقات دينية لتسيير أمور الحكم،
وكثيرا ما يؤكد على أن حكومته تولي أهمية للدين كقيمة اجتماعية، لكنها لا ترى ممارسة السياسة على أساسه، حيث أن استخدامه كأداة من أدواتها أو تطبيق مناهج سياسية باسمه لا يضر فقط التعددية السياسية بالمجتمع، وإنما يضر بالدين ذاته والذي هو يعد من المقدسات. هذا وجهة نظر حزب العدالة والتنمية، وهو ما يقدمه للاتحاد الأوروبي. المشهد الثاني هو مشهد احتمالية فشل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. هذا المشهد يرتكن إلى ما يلي: أن تركيا تجاور بيئة تتسم بالتوتر والقلق الأمني، وانضمامها يعني احتمالية انتقال هذه التوترات إلى داخل أوروبا، إلا أن رفض تركيا قد يخلق تهديد أكبر، لأنها في هذه الحالة ستحاول تركيا نقل التوترات والمشاكل إلى داخل أوروبا ردا على رفضها بعدم الانضمام. بالمقابل فإن الانفتاح التركي سيستمر في حال رفض تركيا، الانفتاح التركي سيستمر على آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط كبديل إذا ما أحست تركيا بأن انتمائها للاتحاد الأوروبي غير قابل للتحقيق. المشهد الأخير اللي يمكن هو الأكثر قبول والأرجح هو استمرار الوضع الراهن، وهذا المشهد قد يكون لفترة من الزمن، وكما ذكر المستشار الألماني قد يكون 10 إلى 15 سنة لقبول تركيا، حتى أنهم أعطوها صفة الشريك المميز. وهذا الكلام للمستشار الألماني، قال من 10 إلى 15 سنة قبول تركيا ونعطيها صفة الشريك المميز حتى نرفع من معنويات الشعب التركي. هذا كما ذكر المستشار الألماني. وأمام تركيا خلال 10 و15 سنة سيبقى هذا الاستمرار والمفاوضات بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت يجب على كل الطرفين أن تؤكد أهمية كل منهما للآخر إلى أن تستطيع أن يؤديان بناء شراكة استراتيجية متميزة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وإدراك الاتحاد الأوروبي بعدم إمكانية الاستغناء عن تركيا. بالمقابل تركيا أيضا هنالك إدراك تركي بعدم الاستغناء عن الاتحاد الأوروبي، وهذا طبعا مشاهد مستقبلية، وطبعا استشراف المستقبل خاضع للمفاجآت الغير متوقعة، ويبقى الرهان التركي على الاتحاد الأوروبي ضمن أولويات السياسات الخارجية التركية، وتعتبر من الثوابت الأساسية. ووجهة نظرنا احنا كعرب نتمنى أن تركيا أن تلتفت إلى هويتها الإسلامية وأن تلتفت إلى الشرق، وأن لا تكون كذلك التي تشبه بأنها أشبه بساقين مختلفتي الطول والمتانة، إحداهما في الشرق وإحداهما في الغرب، وبالتالي سوف تخسر علاقتها مع الشرق ومع الغرب، وقبل ذلك سوف تخسر علاقتها مع شعبها. شكرا جزيلا وأعتذر الإضافة. شكرا دكتورة وصال. سأختصر بعض النقاط التي ذكرتها الدكتورة. تساءلت عن الهوية التركية واستدلت بمقولة مشهورة لأتاتورك في تحديد الهوية: العامل المشترك بين الكمالية والإسلاميين الأتراك هي الالصاق بالغرب. صحني دكتورة إذا كنت مخطئ. استدلت بأقوال لوزير الخارجية التركي في تفسير الاتجاه التركي الحالي: كل الأحزاب التركية بمختلف اتجاهاتها تربت في حضن العلمانية، التيار القومي الأتاتوركي يطالب بالاندماج الكامل مع الغرب، والاتجاه الإسلامي يضع أولوياته العلمية والاقتصادية ولا يمانع من هذا الاندماج. أما الجزء الأخير من الشعب التركي وهو الذي يرى الاندماج الكامل مع دول الشرق. حزب العدالة طرح توصيف جديد لنفسه وهو الديمقراطية المحافظة، وأردوغان نفسه يطرح الدين كقيمة اجتماعية وليس أسلوبا سياسيا. رجحت الدكتورة استمرار الوضع الراهن للعلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وتمنت على أن تلتفت تركيا إلى عمقها الإسلامي.